أو أنك تعبر عنها. ودائما تتجاوب عواطفي مع هذه المدينة العزيزة، وأنظم بعض الأبيات، وهناك أبيات وبعض القصائد في هذه المدينة العزيزة، وأفكر في إصدار ديوان شعري حول مدينة العريش. وفي هذا الإطار اهتزاز المشاعر لهذه المدينة العزيزة، نظمت قصيدة أرجو أن تسمعوها ولكم النظر الواسع. أنا في الحقيقة أشبه نفسي بحافظ إبراهيم في علاقته بلبنان، بمدينة شآن. فحافظ إبراهيم رغم أنه كان منشغلا بأشعار وبالنظم وبالتجوال، فإنه كان منشغلا بالشام ولو فيها قصائد كثيرة. فأنا مثل حافظ إبراهيم في علاقتي ومحبتي للعرائش، لأنها مهد دراستي وموئل أشقائي وأحبابي، فكيف لا أحبها؟ وموئل أناس طيبين وأشخاص يبذلون الخير من أجل الإنسانية ومن أجل التآخي ومن أجل الوفاء. فمدينة العرائش صندوق من الأسرار يجب أن يبحث فيه كل إنسان ليدرك حقيقة هذه المدينة. هذه بعض أبيات تحت عنوان هوى العرائش. أحب وكل قلبي للعرائش، لغير هوى العرائش لا أعايش. فلا يعطى لي الإلهام، فلا يعطي لي الإلهام إلا تذكرها ولو في البعد طائش. فلا أنسى العرائش، فلا أنسى العرائش في حياتي. وهل ينسى امرؤ ما قد يعايش؟ وهل أنسى العرائش وهي للقلب مجلبة؟ وهل أنسى العرائش وهي للقلب مجلبة الأماني والمعايش؟ بها أخويا فيها يلقياني، كما يلقى مياه الشرب عاطش. بها أخويا فيها يلقياني، كما يلقى مياه الشرب عاطش. بها مهد الدراسة في حياتي، ودا ما ليس ينسى في العرائش. وكم فوق العرائش من كرام، وكم فوق العرائش من كرام مدى التاريخ قد عرف أشاوش. وكم فوق العرائش من كرام مدى التاريخ قد عرف أشاوش. كأن فضائل الدنيا وخير الذي في الكون تحضره العرائش. كأن فضائل الدنيا وخير الذي في الكون تحضنه العرائش. فإن سلمت لنا أرض العرائش، سلمنا وانمحى بطش وباطش. وقدما
وقد من جاء من ينوي أذاها، وقد من جاء من ينوي أذاها فضاع وسلم الله العائش، وقد من جاء من ينوي أذاها فضاع وسلم الله العائش. ومن في الناس يسعى للبرايا ويحيا بيننا رائش راش ورائش، وقد من جاء من ينوي أداها فضاع وسلم الله العرائش. ومن في الناس يسعى للبرايا ويحيا بيننا راش ورائش، فلا يلقى له في الدنيا، فلا يلقى له في هذه الأرض عيشا، بل يعيش الدهر فاحش، ولا يرتاح بين الناس إلا بشر دائم كالذئب نالش. ألا فليرعى ربي وليدن في سلام دائم أرض العرائش.